باشمهندس مصطفى، صوت كويس ولا؟ تمام، بس في صدى صوت كده. في صدى صوت. الصوت بيقلب. طيب بص، هعمل حاجة كده برضو، هفصل المايك وشغل المايك تاني وقولوا لي الدنيا عاملة ايه. تمام. انا في السكاشن عشان لو في اي حاجة تقدروا تتواصلوا معايا. ما قدرتش اكون في كل السكاشن، فيا ريت تقدروا توصلوا لي. مندوب الدفعة لو اخترته مندوب، عايزه يعمل جروب على الواتساب عشان لو في اي حد عايز يسأل في اي وقت يبعت على الجروب، عشان يبقى في طريقة تواصل. هو في جروب يا دكتور؟ مش مندوب دفعة لسه. هو في جروب يا دكتور الموجود؟ هنختار في جروب لينا للدفعة كلها موجودة. ما هو خلوا جروب الدفعة ده حاجة، والجروب اللي هتبقوا معايا حاجة تانية، يعني عشان انتوا اوقات بتبقوا محتاجين تتكلموا مع بعض براحتكم، فخلوا جروب للميجرمنت يبقى لوحده، حد بس يعمل كرييشن للجروب. دكتور انت قفلت المايك تقريبا. ثانية، لا ما قفلتش المايك. الصوت كان انفصل دكتور عندك. الصوت كان انفصل يا دكتور، ممكن حضرتك تعيد اللي كنت بتقوليه؟ بقول يا ريت لو في اي حد يقدر يعمل جروب على الواتساب دي في الدفعة كلها، وبعد كده يتواصل معايا واديله رقم يدفني على الواتساب. تمام، عشان يبقى في طريقة تواصل بيني وبينكم. خلاص تمام ماشي. انا اصلا بكره انا هروح اسيب القسم عشان انا هبقى مندوب الدفعه يعني. طيب خلاص، يبقى بعد ما تاخدها الرسم تعدي عليا ان شاء الله. تمام. الاول بس الماده بصفه عامه من اسمها كده اسمها قياسات الكترونيه، فاحنا هنتعرف فيها على اجهزه القياس. طبعا ترم اولاني وترم تاني لان الماده سنه اولى بس، فهنتعرف على اجهزه القياس اللي انت اوريدي كنت اشتغلت على عدد منها من جوه، عباره عن ايه وبتشتغل ازاي وازاي نقدر نستخدمها صح، والحاجات دي كلها هنتعرف عليها جوه الماده. لكن طبعا اول محاضره كده، بما اننا هنشتغل على الميجرمنت، فاكيد قبل ما ابتدي اي حاجه او قبل ما ابتدي اي تجربه، اكيد ببقى حابه ان التجربه بتاعتي تبقى اكيوريت او ما يبقاش فيها ايرور. فعشان كده احنا المحاضره النهارده بعنوان ميجرمنت ايرورز، عايزين نعرف ايه مصادر الايرور اللي ممكن تخلي النتائج بتاعتي ما تبقاش مظبوطه، واقدر اتجنبها وكده تبقى النتائج بتاعتي قريبه من الاكيوريت. احنا مش هنقول ان احنا الايرور بتاعنا هيبقى 0%، ما فيش حاجه في ايديال اصلا في الطبيعه، فطبيعي طول الوقت في ايرور، بس احنا بنحاول نقلله على قد ما نقدر، فلما نعرف سببه نتجنبه، فيقدر الايرور بتاعنا اللي جاي من النتائج بتاعتنا في الميجرمنت تبقى قليله على قد ما نقدر. اول حاجه بقى حابين نتكلم عليها، ايه انواع الانسترومنت او ايه انواع الاجهزه اللي هنتعرف عليها جوه المعمل. احنا عندنا تصنيف الاول بيصنف الاجهزه لثلاث انواع، النوع الاولاني اسمه ميكانيكال، النوع الثاني اسمه الكتريكال، النوع الثالث اسمه الكترونيك. في تصنيف تاني بيصنف الاجهزه على نوعين، باسيف واكتف. طيب لو احنا خدنا التصنيف الاول اللي هو بيقول ان احنا عندنا ثلاث انواع من الاجهزه، ميكانيكال الكتريكال الكترونيك، تعالى الاول كده الميكانيكال. انا عايزه بس واحد بس هو اللي يكلمني. هل حد سمع عن او ايه مفهومكم عن الميكانيكال انسترومنت؟ او لو اتقال قدامك لفظ ميكانيكال انسترومنت هتتخيلوا عامل ازاي؟ عايزه رد. هو يا دكتور انا كنت رفعت ايد اجاوب ولا ايه؟ جاوب. الميكانيكال انسترومنت اللي هي مثلا بتبقى شغاله ببنزين او غاز، وفي نفس الوقت بتبقى شغاله بتتحرك حركه اسمه ايه دوت؟ بتروس او مثلا بتروس او حاجه بتروس كده. طيب انت اسمك ايه الاول؟ عبد الرحمن يا دكتور. عبد الرحمن. طب لو طالما بتتحرك بتروس، اقدر اقيس بيها حاجه الريسبونس بتاعها سريع؟ بمعنى لو انا عندي مثلا ساين ويف والتردد بتاعها عالي، اقدر اقيسها بميكانيكال انسترومنت؟
اللي فيه تروس بقى وحجمها كبير والجهاز من جوه تقيل اقدر اقيسها بحاجه زي كده؟ لا لا مش هتبقى سنسيتيف قوي. لا بالظبط الميكانيكال انسترومنت يا جماعه هما بيقولوا ان يقدر يشتغل بيها على حاجه ليها ستيبل كونديشنز، يعني حاجه ما بتتغير بتاعها بيبقى بطيء قوي لان هي الحركه بتاعتها بطيئه لان هي حجم الجهاز كبير جدا، فزي ما قال زميلكم عبد الرحمن بيبقى فيها تروس وبيبقى فيها جزء ميكانيكال كبير، فلما اجي اقيس بيها حاجه وعايزه اقيس الحاجه دي وتديني قيم اكريت يبقى المفروض ان انا اقيس حاجه تكون التغير بتاعها بطيء، لكن ما اقدرش مثلا اقول ان انا هوصل ميكانيكال انسترومنت ده يقيس لي ساين ويف التردد بتاعها عالي قوي، ما هو مش هيقدر يقيسها لان الريسبونس بتاعه بطيء. فعشان اشتغل صح واخد نتائج صح من ميكانيكال انسترومنت يبقى اوظفه صح، فهو يتوظف صح بانه يقيس حاجه في ستيبل كونديشن، حاجه تكون التغير بتاعها بطيء، ما ينفعش اقيس بيها حاجه التغير بتاعها سريع. طيب النوع الثاني اللي هو الالكتريكال انسترومنت، حد يسمع عنه او حد اتعامل مع حاجه بيتقال عليها الالكتريكال انسترومنت؟ ما حدش اتعامل مع جهاز افوميتر يكون ليه مؤشر؟ يا دكتور اتعاملت معاه. ايه عيبه بقى؟ ايه عيبه تفتكر؟ ان لازم اظبط كل لازم اظبط الحساسيه بتاعته على كل حركه عشان ما يضربش مني مره واحده. اسمك ايه؟ علي. يا علي، هل هقدر اقول ان هو الالكتريكال انسترومنت زي الميكانيكال انسترومنت؟ لا مش زيه. مش زيه، لانه حجمه مش كبير، ما فيهوش التروس، ما فيهوش الجزء الضخم ده اللي بيبقى في الميكانيكال انسترومنت، بس هو فيه عيب. ايه العيب اللي فيه؟ حساس، ان هو حساس، ممكن لو انا مش ظابط الحساسيه بتاعته يبوظ. لا عايزين نبقى نظبط موضوع الحساسيه بتاعته دي، هظبط لكم قصه الحساسيه بتاعته دي عشان عبد الرحمن قال برضه موضوع الحساسيه، فهنتعرف في اخر المحاضره على موضوع السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. بس هو الالكتريكال انسترومنت لو حد اتعامل مع جهاز ليه مؤشر، المؤشر ده جزء ميكانيكي، فستيل برضه انه الجزء او الالكتريكال انسترومنت فيه جزء ميكانيكي ميكانيكال اللي هو المؤشر بتاعه، تمام؟ فده بيعتبر عيب جوه الالكتريكال انسترومنت. هو طبعا الاستجابه بتاعته اسرع من الميكانيكال، لكن العيب بتاعه اللي لسه هيبقى موجود انه الجزء بتاع اللي هو بيسموه التدريج بتاعه او المؤشر جزء ميكانيكال لسه. اخر نوع بقى اللي هو الالكترونيك انسترومنت، طبعا كلكم اتعاملتوا مع الافو الصغير ده اللي هو بيطلع ارقام ديجيتال، اتعاملتوا معاه ولا في حد ما شافوش؟ اتعاملنا معاه. طيب من اسمه كده الكترونيك انسترومنت، لما بتسمع كلمه الكترونيك بيجي في ذهنك ايه؟ حد بقى غير علي غير عبد الرحمن؟ حاجة مثلا زي الجلفانومتر ولا؟ لا لا، ايه اللي بيجي في ذهنك لما تسمع كلمة الكترونيك انسترومنت؟ هو انتوا خدتوا الكترونكس اصلا؟ انتوا ما خدتوش الكترونكس صح؟ لا لا يا دكتور. طيب سمعتوا في الفيزيكس او سمعتوا في ثانوية عامة على الفري الكترونز والهولز والحاجات اللي زي دي؟ سمعتوا على الفري الكترونز والهولز والكلام اللي كنت بتاع خدتوه في الفيزيكس ده؟ ايوه الفيزياء الحديثة صح؟ طيب الفري الكترونز دي مش قال لك ان هي سريعه قوي؟ بتتحرك بسرعه كبيره صح؟ اه. طيب لو انا قلت لك ان الالكترونيك انسترومنت ده من جوه متصنع من سيمي كوندكتور، فطبعا المسؤول عن موضوع الكارنت والكلام ده كله جوه السيمي كوندكتور هو مين؟ الفري الكترونز صح؟ اللي هو اسمه الفالنس الكترون؟ لا في حاجه اسمها فالانس باند وكوندكشن باند، انا بقول فري الكترون، ما سمعتوش عن كلمه فري الكترون خالص؟ لا اللي هو الالكترون بيبقى موجود في اخر اوتر شيل، لو دخلت اكسترنال انرجي بيبقى فري. بالظبط كده، ده بيبقى سريع. فانا لو قلت ان الالكترونيك ديفايس اللي فاتح المايك وعامل دوشه، الالكترونيك ديفايس ده متصنع من سيمي كوندكتور، فاكيد هيبقى معتمد في الشغل بتاع الفري الكترونز، والفري الكترونز دي سريعه، فيبقى الريسبونس تايم بتاعه ايه؟ صغير جدا.
فاقدر على عكس الميكانيكال اقدر استخدمه في اني اقيس بيه حاجه التغير بتاعها سريع زي مثلا ساين ويف، اقيس التردد والتردد يكون عالي فسهل قوي اقيسه بالالكترونيك انسترومنت. كمان السنسيتيفيتي بتاعته عاليه، واحنا هنتكلم على السنسيتيفيتي دي بالتفصيل عشان تعرفوا معناها ايه. الوزن بتاعه قليل، فاقدر طبعا انتوا كلكم ممكن يبقى في حد بيشيل افوميتر جوه الشنطه بتاعته، مش عامله له مشكله وهو شايلها، لكن طبعا لو ميكانيكال انسترومنت ولا غيره لا طبعا ما اقدرش، ده حجمه بيبقى كبير جدا. بيستهلك باور قليله، فدي كلها مميزات الالكترونيك انسترومنت. فاحنا لو قلنا الميكانيكال والالكتريكال والالكترونيك هنلاقي ان الالكترونيك ده افضلهم. فافضل حاجه لو انا يا دكتور لا ما سنسور دي حاجه تانية خالص دي حاجه، لكن انا بقول جهاز متصنع من جوه من سيمي كوندكتور. تمام هي شويه الدنيا هتوضح لما تبتدوا تمشوا في الالكترونكس، عشان موضوع الفري الكترون والكلام ده كله هيتعاد عليه تاني جوه الالكترونيك، فشويه الدنيا هتوضح في موضوع الالكترونيك انسترومنت. انا بس مش عايزه منكم غير انك تبقى عارف ان الالكترونيك انسترومنت ده جهاز متصنع من جوه من سيمي كوندكتور، الاستجابه بتاعته عاليه قوي، فاقدر اقيس بيه حاجه تغيرها سريع، وزنه خفيف، بيستهلك باور اقل، سنسيتيفيتي بتاعته عاليه، واحنا هنقول يعني ايه سنسيتيفيتي واحنا شغالين في المحاضره. فدي الثلاث تصنيفات بتوع الانسترومنت، او التصنيف الاولاني اللي بقسمه لثلاث انواع. فيه مشكله؟ يا ريت لو بعد ما اخلص حاجه في حد عنده مشكله يعمل انميوت للمايك ويبتدي يسالني، لانه انا بس خايفه من موضوع الاونلاين، لان انا ببقى قدام الطلبه ببقى شايفاه من شكل وشكم بيبقى واضح عليه اذا كنت انت فاهم ولا مش فاهم. فيا ريت اللي مش فاهم او في حاجه وقعت منه يبتدي يقول لي، يقطعني جوه المحاضره ويبتدي يقول لي. تمام، تعالوا نتكلم بقى التصنيف الثاني اللي هو بيصنفه باسيف واكتيف. ببساطه قوي الباسيف ده يعني التغذيه بتاعته، او ان انا عارفين انه اي جهاز عشان يتوصل مش لازم اوصله بايس او الكهرباء، اوصله سورس اللي هيغذيه. فالباسيف ده السورس اللي بيعمله بايسنج جواه، فمش محتاج سورس خارجي، فعشان كده بنسميه باسيف. تمام، او حتى من اسمه سيلف جينيريتنج انسترومنت، هو اصلا من جوه التغذيه بتاعته داخليه، مش محتاج بقى ان انا اجيب باور سبلاي واوصله على الجهاز عشان يبتدي يشتغل. على عكسه الاكتف ده محتاج ان انا اجيب باور سبلاي خارجي وابتدي اوصله على الجهاز بتاعي عشان يبتدي ايه يشتغل. تمام، في حد عنده مشكله في التصنيف؟ هو الباسيف بيحتاج كهرباء، اما الاكتف بيشتغل مع نفسه؟ لا، الباسيف التغذيه بتاعته داخليه. تمام او انه التغذيه بتاعته ممكن تكون عن طريق الانبوت سيجنال، مش محتاج باور سبلاي خارجي، مش محتاج باور سبلاي خارجي توصله علشان يشتغل. ممكن التغذيه بتاعته ده الباسيف، ممكن التغذيه بتاعته شايف الانبوت اهو، ممكن الانبوت ده هو اللي يعمل بايس للجهاز ويبتدي يشغله. تمام، او انه يحصل له سبلاي داخلي يبقى فيه الباور سبلاي بتاعه من جوه. يعني مثلا مش محتاج مثلا حاجه زي الاي سي مثلا ده شغال؟ لا مش محتاج، يعني مش محتاج ان انا اجيب باور سبلاي اوصله بيه خارجي عشان يبتدي يشتغل. هحاول اخلي المعيدين جوه المعمل يوروا لك ان في عندنا جهاز كبير كده، او في عندنا حاجات كبيره كده جوه المعمل اسمها باور سبلاي، ده لازم اوصل الجهاز بيه عشان يبتدي يشتغل. تمام فهو الباسيف مش محتاج اي اكسترنال باور سبلاي من بره، هو اصلا يا اما تغذيته عن طريق انبوت يا اما من جوه، مش محتاج تجيب كيبل وتوصل باور سبلاي من بره عشان تبتدي تشغل الجهاز. تمام فهمت حضرتك. وصلت؟ وصلت. احنا كده بقى عرفنا ازاي بيصنفوا الاجهزه، فانا لما اجي اتعامل جوه المعمل هبقى عارف والله الجهاز ده ميكانيكال، عرفت منين؟ جواه تروس وجواه اجزاء ضخمه والريسبونس بتاعه بطيء. طب عرفت عيبه؟ عرفت عيبه، ما اقدرش اقيس بيه حاجه بتتغير بشكل سريع. طب اقدر اوظفه بانه يشتغل معايا ويطلع ليش ايرور كبير؟ اقدر اوظفه بان انا اقيس بيه حاجه التغير بتاعها بطيء، يبقى انا كده تمام. طب الالكتريكال احسن من الميكانيكال، بس في مشكله انه لسه معتمد على جزء الميكانيك اللي هو المؤشر. طب احسنهم مين؟ احسنهم الالكترونيك. طب ليه يا عم احسنهم؟ علشان والله بيتصنع من سيمي كوندكتور، فالريسبونس بتاعه سريع، الباور اللي بيستهلكها قليله، الوزن بتاعه خفيف، السنسيتيفيتي بتاعته عاليه، والسنسيتيفيتي عشان بس تبقوا متابعين لحد ما نوصل لها، السنسيتيفيتي ببساطه هي اقل حاجه ممكن يقيسها الجهاز بطريقه اكيوريت.
فلما اقول السنسيتيفيتي بتاعته عاليه يبقى هو يقدر يقيس قيمه صغيره جدا جدا بطريقه اقل. فدي هنتعرف عليها في اخر المحاضره ان شاء الله او يمكن على المحاضره اللي جايه. تمام. التصنيف الثاني باسيف واكتيف. قلنا باسيف ده مش معتمد على اكسترنال باور سبلاي، يا اما التغذيه بتاعته عن طريق انبوت سيجنال يا اما عن طريق السبلاي داخلي، لكن الاكتيف محتاج اكسترنال باور سبلاي. تمام. طيب احنا كده اتعرفنا على الاجهزه. طب قول لنا بقى ايه الحاجه اللي ممكن تسبب لنا ايرور واحنا بنشتغل ولازم اتفاداها وتجنبها او اعالجها عشان تبقى التجربه بتاعتي اللي المفروض احنا نعملها تبقى ايه النتائج بتاعتها اكيوت او الايرور بتاعها اقل ما يمكن. خلينا متفقين مفيش حاجه اسمها ايرور 0%. طيب احنا عندنا كام ايرور او كام نوع من الايرور؟ عندنا ثلاثه. عندنا النوع الاولاني اسمه جروس ايرور، النوع الثاني اسمه سيستماتيك ايرور، والنوع الثالث اسمه راندوم ايرور. طيب يعني ايه جروس ايرور؟ بص مين اللي هيقوم بالتجربه؟ الهيومن. بالظبط. يبقى اكيد الهيومن ده ممكن يتسبب في ايرور. طب الايرور ده ممكن يكون في صوره ايه؟ حد كده يقدر يتخيل ممكن يكون الايرور ده في شكل ايه من غير ما يبص على السلايد؟ ان هو يقيس حاجه مثلا بارقام مختلفه. لا يعني ايه يقيس حاجه بارقام مختلفه؟ الباور مثلا. انا اشوف الست تسعه كده. طيب واحد بس اللي اتكلم. طبعا المواد اللي ممكن تكون هي غلط من الاساس اصلا. التوصيله غلط. طيب غير ممكن ما يكونش مظبط المؤشرات بالظبط، يعني ستارت فروم زيرو مثلا عشان يبدا يقيس كذا. بالظبط. ده مش عامل كالكوليشن للجهاز قبل ما يشتغل، مش عامل انكوريكت ادجستمنت اللي هو الشكل الثاني او السبب الثاني من اسباب الجروس ايرور. يبقى الجروس ايرور ببساطه هو هيومن ايرور. طب نتيجه ايه؟ نتيجه الكيرلسنس، يعني عدم الاهتمام. انت بتعمل التجربه وانت مش مهتم، بتعمل التجربه وانت او اهمالك هو اللي تسبب في الايرور ده. طب انا ممكن اكون مهمل ازاي؟ الناس اللي بتشتغل مثلا على جهاز زي في الصوره دي اللي هو احنا بنسميه الانالوج، يعني اللي هو فيه مؤشر. المؤشر ده ببساطه عشان تقرا القيمه بتاعته بطريقه الصح لازم تبقى النظرة بتاعتك عمودية على الجهاز، يعني لازم تكون بتبص بزاوية عمودي على الجهاز عشان اقدر اقول ان القيمة اللي انا بقراها دلوقتي صح. طب لو انا الجهاز كده مش باصص او مش باخد القراية بطريقة عمودية على الجهاز يبقى اكيد القراية اللي انا خدتها دي هتكون غلط، يبقى ده ايرور. فيبقى الايرور ده نوعه ايه؟ جروس ايرور. تمام. اللي هو بنسميه يا جماعة الميس ريدنج. المس ريدنج ده انك بتاخد القرايه بطريقه غلط. المفروض تاخد القرايه من الجهاز مثلا بطريقه عموديه تبص عليه اللي هو الاجهزه اللي فيها مؤشر، انت ما خدتش الجهاز وانت واقف بتبص على الجهاز بطريقه عموديه فاكيد القيمه غلط. يبقى القيمه دي او اللي انت عملته ده كان عدم اهتمام منك، ما قريتش الجهاز بطريقه صحيحه، يبقى ده نوع من انواع او سبب من اسباب الجروس ايرور. النوع الثاني او السبب الثاني زي ما قال زميلك انا ما عملتش ادجستمنت مظبوط للجهاز. يعني ايه ما عملتش ادجستمنت مظبوط؟ المفروض قبل ما اشتغل على الجهاز اتاكد انه خصوصا الاجهزه اللي فيها مؤشر اتاكد ان هو واقف عند الزيرو. طب انا ما عملتش ده، طب ما هو اكيد القرايه اللي انت هتاخدها هتبقى غلط. المفروض ان انا اتاكد ان المؤشر رجع عند الزيرو، فان انا عملت له ادجستمنت بطريقه صح. عملت كده يبقى المفروض ان ايه مش هيبقى فيه ايرور نتيجه ان ايه الادجستمنت اللي ممكن يكون غلط اللي انت عملته. يبقى عندنا ميس ريدنج، عندنا انكوركت ادجستمنت. ميس ريدنج قلنا ان احنا بصينا او خدنا القرايه بطريقه غلط. انكوركت ادجستمنت انا ما ظبطتش الجهاز قبل ما اشتغل. يعني ايه ما ظبطتش الجهاز؟ ما وقفتش المؤشر عند زيرو. تالت حاجه بقى عايز سبب تالت من غير برضو ما نبص على السلايد. الجهاز نفسه. لا الجهاز نفسه مش هيبقى جروس ايرور. ان انا استخدم الجهاز في وظيفه غير اللي هو بيقوم بيها مثلا. قريتها. الصراحه يعني... بس فهمتها. طيب بص عارف يعني انت فهمتها ازاي؟ يعني ايه استخدمه في وظيفه؟ يعني انا مثلا معايا فولتميتر استخدمته قيس كارنت؟ اكيد لا، يعني مش للدرجه دي. بالظبط. امال ايه؟ لا ممكن مثلا كان تيار مباشر وغير مباشر او الفولت حاجه زي كده. لا اقول لكم على حاجه، مش اي جهاز بيجي معاه داتا شيت. طيب الداتا شيت دي مش بيبقى موجود فيها والله ده لازم يشتغل عند درجه حراره كذا؟
ده مثلا لازم يشتغل تحت كونديشنز كذا، الاوبريتنج كونديشنز بتاعته اللي المفروض يشتغل عليها الجهاز المفروض انت توفرها له، صح ولا لا؟ تمام. طب انت ما وفرتش ده، هل الجهاز هيديك قرايه صح؟ لا، هيبقى في نسبه ايرور. بالظبط كده، يبقى ده برضو سبب من اسباب البروس ايرور. يبقى البروس ايرور ده هيومن ايرور، وده ناتج من عدم الاهتمام بتاع سيادتك. طب ممكن يكون عدم الاهتمام ده في صوره ايه؟ اول حاجه اللي هو الميس ريدنج. الميس ريدنج ده انا خدت القرايه بطريقه غلط، قلنا المفروض ابص بطريقه عموديه، ما بصيتش وانا باخد القرايه بطريقه عموديه، يبقى انا كده خدت القرايه غلط، ما عملتش ادجستمنت للجهاز. يعني ايه ما عملتش ادجستمنت للجهاز؟ يبقى ما وقفتش المؤشر على زيرو قبل ما اشتغل. تالت حاجه ان المفروض في اوبريتنج كونديشنز للجهاز يشتغل عليها، انا ما وفرتش الاوبريتنج كونديشنز دي او ما حققتهاش، يبقى اكيد القرايه اللي انا هاخدها من الجهاز تحت بقى قرايه ايه؟ غلط. في مشكله في البروس ايرور كده؟ لا تمام يا دكتور. تمام. طب نتنقل على النوع الثاني اللي هو اسمه ايه؟ سيستماتيك ايرور. والسيستماتيك ايرور ده بشكل عام ده غلط نتيجه الجهاز. اول حاجه اسمه ايه؟ instrumental error. يعني systematic error ده بيتقسم لثلاث حاجات: instrumental error, environmental error, observational error. اول حاجه instrumental error ده ممكن يكون ايه؟ هو انت وانت بتشتغل على الجهاز مش ممكن الجهاز من جوه يبقى فيه عطل؟ ممكن. طيب العطل بتاع الجهاز نفسه فيه عطل؟ ايوه، الجهاز ممكن زراير مثلا، اي حاجه ايا كان، في مشكله جوه الجهاز. تمام. مثلا جواه سبرينج، عارفين سبرينج اللي هي السيستم؟ طب السبرينج دي مثلا ما كانتش متظبطه، اللي هي عارفين هو اي مؤشر عشان يبتدي يتحرك بيبقى فيه سبرينج، ودي هنتعرف عليها كده من جوه. فالسبرينج دي بتبتدي بطريقه ما، يعني تبتدي ترجع لك المؤشر مره ثانيه. طب ما هي السبرينج دي لو حصل فيها مشكله، هل الجهاز هيديني قرايه صح؟ لا. طيب الانسترومنتال ايرور ده يبقى ايرور جاي نتيجه ان في مشكله جوه الجهاز، في عطل جوه الجهاز. طب حد يقدر يقول لي ممكن اتغلب على الايرور ده ازاي؟ ممكن ادخل قيمه انا عارفها، عارف نتيجتها. لا، اتغلب على الايرور ده ازاي؟ انا اعمل صيانه للجهاز بتاعي الاول. اعمل صيانه للجهاز. بالظبط. يبقى المفروض ان انا بشكل دوري اعمل صيانه للاجهزه بتاعتي علشان ما يبقاش فيها اعطال تتسبب لي في ايرورز. فيها مشكله كده؟ يبقى اول نوع من السيستماتيك ايرور اللي هو الانسترومنتال ايرور ده عطل، ايرور نتيجه عطل جوه الجهاز، والعطل ده ليه صور كتير قوي اقدر اتغلب عليها بان انا اعمل مينتيننس للجهاز او انا اعمل صيانه دوريه للجهاز. طب النوع الثاني، مش هقلب السلايد عشان ما تغشوش منها، انفيرمنتال ايرور ممكن يكون نتيجه ايه؟ يعني حتى من اسمه كده ممكن يكون زي اللي لسه قايلنا، تاثير مثلا التمبريتشر كده، الجو كده. صح، الجو. طب درجه حراره. طب لو مثلا الجهاز بيشتغل عند درجه حراره مثلا 20، المفروض اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هي الجو انه يكون احط ايه مثلا؟ تكييف. طيب ايه تاني يا شباب؟ ايه تاني ممكن يكون ايرور نتيجه الانفيرمنتال؟ ممكن تكون على حسب الماتيريال اللي انا بقيسها، او حسب نوعيه الحاجه اللي انا الماتيريال اللي انا بقيسها بالجهاز. مثلا ده بيقيس ماتيريال معينه، او ليه شغله على ماتيريالز معينه، اغير انا الماتيريال فدي تبقى ممكن تسبب غيره. لا، انت كده استخدمت الجهاز في اوبريتنج كونديشنز مختلفه، يبقى كده ممكن يكون ده اهمال منك. تمام. صح؟ عشان انت ممكن يكون الجهاز بيقيس حاجات دقيقه، يعني صغيره جدا، فحاول هيله الجو المعين يعني يكون. لا يا شباب، انفيرمنتال دي يعني البيئه المحيطه بالجهاز. البيئه المحيطه بالجهاز دي ممكن تسبب لي ايرور، اللي هو ممكن يكون ايه؟ لو انا مثلا حاطه الجهاز بتاعي جوه معمل، والمعمل ده مثلا فيه الكتروماجنتيك ويفز، مش الالكتروماجنتيك ويفز دي ممكن تاثر على الجهاز بتاعي؟ صح، ايوه، هتاثر على الناتج. صح. طب يبقى الالكتروماجنتيك ويفز دي، ما هي دي جايه من البيئه المحيطه. حاجه تانية، مش ممكن يبقى انا موجود الجهاز بتاعي جوه معمل وفي حاجه بتعمل فايبريشن، فالفايبريشن ده ياثر على الجهاز بتاعي؟ تمام.
صح ولا غلط؟ يبقى دايما نربط موضوع الانفيرومنتال ايرور دي، يبقى ايرور جاي من البيئه المحيطه للجهاز. طب البيئه المحيطه دي ايه؟ عوامل جويه زي درجه الحراره، رطوبه، مش عارف ايه الكلام ده كله، اقدر اتغلب عليه بانه والله لو بيشتغل في درجه حراره قليله يبقى المفروض ان انا احط له اير كونديشن. طب ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون الكتروماجنتيك ويفز جايه من اي جهاز موجود جوه المعمل اللي محطوط فيه الجهاز. طب اتغلب عليه ازاي؟ ان انا اعمل شيلد. الشيلد ده يا جماعه ان انا اعمل عازل للجهاز، اعزله عن اي الكتروماجنتيك ويفز بره. ثالث حاجه انه يكون في فايبريشن، فالفايبريشن ده هياثر على الجهاز. طب ما ينفعش احطه جنب جهاز والجهاز ده بيسبب فايبريشن، فالفايبريشن ده بيعمل لي مشكله جوه الجهاز. فكل ده اسباب. الاسباب دي اتغلب عليها ازاي؟ ان انا احقق الظروف المناسبه للجهاز انه يشتغل. فاي ظروف في بيئه محيط للبيئه المحيطه بالجهاز دي ممكن تسبب لي ايرور. يبقى لو بصينا كده، درجه حراره، ماجنتيك فيلد، تراب، دست، فايبريشن، المفروض ان انا احلها ازاي او اقللها على قد ما اقدر ازاي؟ استخدم اير كونديشن، استخدم ماجنتيك شيلد، ابعد عن اي جهاز فيه فايبريشن عشان اقدر احقق الكونديشنز المفروض يشتغل عليها الجهاز فيشتغل مظبوط. تالت بقى نوع من السيستماتيك ايرور اللي هو الاوبزرفيشنال ايرور. ممكن يكون ايه يا شباب؟ من اسمه كده، خدوا الايرور كده من اسمه. انا بنقل الداتا غلط لصهري. اقول انا بنقل الداتا غلط. انت اسمك ايه؟ مصطفى. مع حضرتك يا مصطفى. طب يعني بنقل الداتا غلط. طب مش احنا لسه قايلين الكلام ده في الجروس ايرور؟ بعيد مني انا، شغل هيومن. ممكن مثلا اكون انا كنا مثلا بقيس مقاومه ولا حاجه، انا مثلا ظابط الديفايس بتاعي على 1000 مثلا او 10000 اوم، وانا مثلا كنت المفروض احسبها مش على 10000 اوم. لا يا مصطفى، بص الاوبزرفيشنال ايرور ده الايرور نتيجه ملاحظتك للقرايه، فهو نفس الايرور بتاع الميس ريدنج اللي في الجروس ايرور. تمام. طب هتقول لي طب ما هو ده نفسه. اقول لك ما هو في جوه السيستماتيك في الاوبزرفيشنال ايرور اللي هو نفس سبب من اسباب الجروس ايرور اللي هو الميس ريدنج، ان انت لما المفروض تاخد القرايه بشكل عمودي على الجهاز انت ما عملتش ده. طب ما ده يا دكتور انت لسه قايل لنا ان ده سبب من اسباب الجروس ايرور اللي هو اسمه الميس ريدنج. وهو نفسه برضه نوع من انواع السيستماتيك ايرور اللي هو الاوبزرفيشنال ايرور. تمام. طب ممكن سؤال؟ انا برضه يعني بقرا غلط. طالما نفس الحاجه ليه صنفوها مرتين؟ بص هم صنفوها مرتين لان هم اعتبروا ان دي حاجه مشتركه، هو اهمال وفي نفس الوقت حاجه متعلقه بالجهاز، فعشان كده هم حطوه في التصنيفين. ودي انا معاك. لو انا جالي سؤال زي ده مثلا ما ينفعش تحطه مع الجروس ايرور؟ لو جالك سؤال زي ده هتبقى باينه لك من السؤال اذا كنت تقصد بيها اوبزرفيشنال ايرور ولا كنت تقصد بيها جروس ايرور. يعني ببساطة يا شباب، لما اقول كيرلسنس ده عدد، ده اهمال صح؟ اهمال هي على طول يوم الاربعاء. خلينا بمتفقين انه اسئلتي مش بتبقى اسئلة ان انا عجزك بيها، بس بتبقى اسئلة ان انا عايز اعرف مين اللي فهم ومين اللي حافظ له كلمتين وداخل بيهم، لكن مش اسئله تعجيزي. يعني اللي فاهم هيحل. وصلت؟ يعني انا مش هجيب سؤال يبقى السؤال الاجابه بتاعته تنفع للاثنين وفي الاخر احاسبك على واحد. انا مش هجيب سؤال عشان اغلطك وخلاص. وصلت؟ تمام يا دكتور. طيب في مشكله كده في السيستماتيك ايرور؟ تمام. عايز حد غير مصطفى وغير علي وغير عبد الرحمن في الجزء اللي جاي. بصوا بقى الراندم ايرور ده من اسمه كده، يعني ايه راندم يا شباب؟ عشوائي. طب هي الحاجه العشوائيه دي ليها سبب؟ ممكن اهمال؟ لا ملهاش. انت اسمك ايه والمايك عندك بيعمل دوشه كبيره، بس انت اسمك ايه؟ انت ضعنا من الصوت. هيحاول المره الجايه نظبط المايك.
مين يجاوبني كده؟ الراندم ايرور، الراندم ايرور ده يا شباب ليه سبب؟ لا هي بتبقى حاجه كده جت صدفه يعني، هو ما كانش قاصدها برضو نفس الاشخاص. طيب بص، طب انا اعرف منين اصلا ان هو راندم ايرور؟ ها العوامل المحيطه بالجهاز خالص خالص. بص بشكل بسيط خالص، اي حاجه راندم ما ينفعش اقول لها ان ليها سبب، اي حاجه راندم ما ينفعش اجيب لها سبب، والا ما كانوش سموها راندم ايرور. يعني راندم ايرور ده انا مش عارف سببه ايه. طب هو امتى يا دكتور احكم انه الايرور اللي عندي في التجربه او في الاريات اللي انا مطلعها دي راندم ايرور؟ ببساطه الكروس ايرور اتعرفنا عليه دلوقتي واتعرفنا على اسبابه. والله انت جيت قلت ان ده هيومن ايرور، فانا هكون على قد ما اقدر مهتم ان كل حاجه تبقى مظبوطه وانا بشتغل، اخد خدت القرايه بشكل مظبوط، حققت الاوبريتنج كونديشن بتاعت الجهاز، عملت ادجستمنت سليم للجهاز، يبقى انا كده ما عنديش كروس ايرور. طيب الحاجه الثانيه سيستماتيك ايرور. طب سيستماتيك ايرور ده اول حاجه منه اللي هو انسترومنتال ايرور. طب ده انا عطل جوه الجهاز يا عم، والله عملت مينتيننس للجهاز وصيانه متاكد انه الجهاز تمام. طيب هل شفت الانفايرمنت المحيطه بالجهاز؟ اه تمام والله كل حاجه مظبوطه، درجه الحراره مظبوطه، مفيش اي مشاكل جاي من اي جهاز تاني ممكن تعمل لي مشكله مع الجهاز بتاعي. طيب كمان الاوبزرفيشنال ايرور، ما انا كمان متفاديه لان انا باخد القرايه بطريقه صح. طب ولا هو سيستماتيك ولا هو جروس وما زلت برضو عندي ايرور، وقتها بقى اقدر اقول ان الايرور ده راندم ايرور. يبقى لما يكون اسباب الجروس ايرور مش موجوده، اسباب السيستماتيك ايرور مش موجوده، يبقى وقتها اقول ان انا حققت او الايرور اللي متحقق عندي ده هو راندم ايرور. طب يا دكتور ما انت من شويه قلت لنا والله انا ممكن اعالج الجروس ايرور. اه تعالج الجروس ايرور انك ببساطه تاخد القرايه بشكل مظبوط، تعمل ادجستمنت للجهاز، تحقق الاوبريتنج كونديشنز بتاعت الجهاز، فانت كده تقدر تتغلب على الجروس ايرور. طب اقدر اتغلب على السيستماتيك ايرور؟ اه ما احنا قلنا احنا بنشتغل السيستماتيك ايرور، هقدر اعمل صيانه للجهاز يبقى اتغلبت على الانسترومنتال ايرور، اقدر احقق كل الكونديشنز او اتغلب على اي كونديشنز او اي مشاكل جايه لي من الانفايرمنت المحيطه بالجهاز، اقدر اخد القرايه بطريقه مظبوطه، يبقى انا كده اتغلبت على السيستماتيك ايرور. لكن الراندم ايرور ما انا مش عارف سببه، ما انا لو عرفت سببه هقدر اتغلب عليه، لكن الراندم ايرور انا مش عارف سببه، فاقدر اعمل ايه بقى؟ وقتها يا شباب بيقولوا انه ببساطه تقدر تحل ده استاتستيكال. يعني ايه استاتستيكال؟ والله يا دكتور انا وانا بشتغل مش لاقي اي سبب للايرور، تفاداتهم تماما، بس برضو القرايه مره وانا باخد القرايه الفولتميتر عمال يديني 1.1 وشويه يديني 1.09 وشويه يديني 1.2. طب انا مش عارف كل شويه عمال يديني قيم مختلفه، انا مش عارفه اتغلب عليها ازاي. اقول لك والله ابسط حاجه بانك تحلها ستاتستيكال انك هات المين فاليو، هات الافرج، خد بقى مجموعه قرايات كده 10 قرايات مثلا من الجهاز وهات لهم الافرج. يعني ايه الافرج يا دكتور؟ يعني اجمعهم واسمع العدد. طب والقيمه اللي هتطلع لي هي دي اللي انت هتسجلها للايه؟ للنتيجه بتاعتك، لان انا مش عارف سببه فمش عارف احله. فبيحلوه ازاي؟ بانهم طريقه من الطرق اللي بيحلوها بيه ستاتستيكال انه بيجيب المين فاليو. فيها مشكله كده؟ يعني عشان في المعمل بنعمل تجارب وبنعمل جدول؟ اه في المعمل بتعمل تجارب، لان انت طول الوقت انت قبل ما تشتغل لازم تتاكد ان اجهزتك مظبوطه، قبل ما تشتغل لازم تتاكد الجهاز ده عشان اخد منه قرايه مظبوطه المفروض اعملها ايه، الجهاز ده لازم اشوف الاوبريتنج كونديشنز بتاعته عامله ازاي عشان اقدر احققها. طب انا عملت كل ده وبرده يا دكتور وانا بشتغل الارقام عماله بتزيد وبتقل بتزيد وبتقل مش ثابته، فعشان كده كنا بنقول لك ايه، هناخد مثلا 5 قيم وبعد كده الخمس قيم دي تاخد الافريج. تمام. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي دخلت في راندم ايرور، وراندم ايرور ده انا ما اقدرش اتغلب عليه عشان انا مش عارف سببه، فاعمل ايه؟ احله ستاتستيكال. يعني ايه ستاتستيكال؟ هحله بقى بانه استخدم المين فاليو، في حاجه بعد شويه نتعرف عليها اسمها ستاندرد ديفيجن، فاحله بطرق كتير، الطرق دي كلها بيسموها ايه؟ ستاتستيكال. تمام؟ تمام. الايرورز كده فيها مشكله؟ دكتور بعد اذنك. هو انا ممكن احل بالنويز افريج؟ ممكن احل بحوار دنيا. ماشي يا دنيا قولي يا ماما. هو ممكن احل بحوار الافريج ده اي ايرور تاني مختلفه، حتى لو مثلا عشان ممكن مش دايما اقدر ان انا مثلا اشوف الجهاز بتاعي لو في مشكله من جوه او حاجه فيز او حاجه، فهل برضو ممكن احل فيه بالافريج ولا ده هيبقى فيها مشكله؟
بصي هما دايما بيقولوا ان الراندم ايرور هو اللي هقدر احله بالستاتستيكال، لكن هي المشكله بس انه انا ممكن الايرور اللي طالع ده نتيجه عدم صيانه الجهاز يبقى ايرور كبير، فتبقى النتائج اللي انت عماله تاخديها دي مش مظبوطه تماما، فحتى لو خدت المين فاليو هي ستيل برضو فيها مشكله. تمام فهمتيني؟ اه تمام تمام. يعني هو المفروض ان النتائج اللي طالعه دي اقل ايرور ممكن، لان انا اصلا الايرور اللي موجود فيها ده بعيد تماما عن الجهاز، بعيد تماما عن كوني انا بغلط وانا باخد قرايه او بغلط وانا بشتغل، ده بعيد تماما عن الاثنين دول، فيبقى الايرور بتاعي المفروض انه يبقى اقل ما يمكن، بس بحاول اتغلب عليه شويه او احاول اقلله بان انا ايه اجيب المين تاني عشان في الاخر اخد قيمه، ما مش هقعد اخد خمس ست قيم اللي طالعين لي دول ولا 10 قيم ولا 100 قيمه، انا في الاخر عايز اخد قيمه واحده للايه للتجربه بتاعتي، فعشان كده بحلها بالمين تاني. تمام شكرا. لكن ما اقدرش اقول ان والله عندي مشكله في الجهاز فهي اللي مسببه الايرور فاخد المين فاليو، لا ده المشكله اللي جوه الجهاز دي ممكن اصلا النتائج اللي انت بتاخدها المين فاليو هي نفسها مش مظبوطه، ملهاش علاقه اصلا بالارقام اللي المفروض تطلع. تمام. طيب تمام. طيب عماله تكلمينا بقى على انواع الايرور. طب هو انا اصلا اقدر احسب الايرور ازاي؟ ببساطه نقدر نحسب الايرور ازاي. تعالوا الاول نقول ان في حاجه عندنا اسمها الاكيورسي. يعني ايه الاكيورسي؟ بصوا يا شباب، هو انا قبل ما اعمل تجربه مش بيكون عندي السيركت دي مرسومه على ورق؟ صح ولا لا؟ ايوه السيركت دي السيركت دي اللي انت هتوصلها، التجربه اللي انت هتوصلها بتبقى مرسومه على ورق، ايا كانت التجربه دي شكلها عامل ازاي او بتتركب من ايه. سي مثلا عندك بطاريه وعندك مقاومه، عايز توصل الاثنين ببعض عشان تقيس الفولت اللي على المقاومه. دايره بسيطه خالص. طيب تمام. التجربه عايزك توصل يا سيدي بطاريه ومقاومه جوه المعمل. هتقول لي والله يا دكتور ماشي، انت عايز البطاريه كام؟ هقول لك 10 فولت والمقاومه 1 كيلو. قيس لي بقى الكارنت مثلا. هتقول لي طيب ماشي، هاخد البطاريه 10 فولت، هشوف في المعمل الباور سبلاي اديني 10 فولت واجيب ريزيستنس واوصل الاثنين ببعض واقيس لك الكارنت. اقول لك طيب انا محتاجه منك كمان تقول لي الايرور، في ايرور في النتيجه اللي طالعه ولا لا؟ هتقولي طب وما هعرف منين اذا كان في ايرور ولا لا؟ هقول لك ما هو ببساطه قبل ما بنعمل اي تجربه لازم بنحلها الاول على الورق كده، اللي هي بنجيب الترو فاليو او بنجيب الثيوريتيكال فاليو بتاعتها، مش الميجرد فاليو، بنجيب الثيوريتيكال فاليو. فانا والله على الورق البطاريه ال 10 فولت والمقاومه ال 1 كيلو، لما اقسم الاثنين على بعض هيطلعوا لي مين؟ الكارنت. طيب سي يا دكتور بقى انا طلعت الكارنت فلقيت الكرنت، لو انا قلت لك 1 فولت و 1 كيلو هتطلع الكرنت مثلا 1 ملي امبير. طب يا دكتور انا على الورق ثيوريتيكال الترو فاليو بتاعتها اللي هي القيمه المظبوطه بتاعتها لازم تطلع 1 ملي امبير. طب انا جيت اوصل التجربه دي بقى يا دكتور، جبت المقاومه ال 1 كيلو وصلت ال 10 فولت من المعمل، بس وانا بجيب الكرنت ما لقيتوش 1 ملي، ما لقيتوش 1 ملي امبير، لقيته 9 من 10 ملي امبير. كده بقى في ايرور ولا مفيش ايرور؟ في ايرور. طب عرفت منين؟ لان القيمه اللي طلعت من زاب كمان اللي على الورق. بس بالظبط، يعني القيمه الثيوريتيكال مش زي الميجر، في فرق ما بينهم، فالفرق ده يبقى ده ايه. طب ايه الاكيوريسي بقى دي؟ هو احنا مش طول الوقت عمالين نقول يا جماعه احنا عايزين ناخد القيمه بطريقه اكيوريت، ناخد القيمه بطريقه اكيوريت. فالاكيوريسي بشكل عام هي قد ايه القيمه بتاعتك اللي انت قستها قريبه من الترو فاليو بتاعتك او الثيوريتيكال فاليو بتاعتنا. يبقى تاني الاكيورسي بتتعرف على انه قد ايه القيمه اللي انت قستها قريبه من الاكتشوال فاليو او قريبه من الترو فاليو بتاعتنا. تمام. بقول لك يا دكتور ما هو انا ممكن احط الرينج الايرور بيكون قد ايه مثلا؟ هقول بقى دلوقتي. ماشي. طيب يا دكتور قول لنا ممكن نحسب الايرور ازاي؟ عندنا اكتر من صوره ممكن نحسب بيها الايرور. اول حاجه الابسوليوت ايرور. الابسوليوت ايرور ده ايه؟ مش انت عندك الاكسبكتد فاليو؟ ما احنا عندنا يا اما تسميها اكسبكتد فاليو يا اما تسميها ترو فاليو يا اما تسميها ثيوريتيكال فاليو. كل ده ممكن تسمي الثيوريتيكال فاليو بتاعتك، فاحنا بنسميها اكسبكتد فاليو. انا متوقع ان انا لما اجي اعمل التجربه دي هتطلع التيار 1 ملي امبير. طيب ودي القيمه اللي انا قستها بعد ما وصلت التجربه عملي، كانت النتيجه اللي طالعه لي اسمها الميجرد فاليو. يبقى اللي انا حسبته اسمه الاكسبكتد فاليو واللي انا قسته اسمه الميجرد فاليو. لو طرحت الاكسبكتد من الميجرد هيديني حاجه اسمها ايه يا شباب؟
absolute error. absolute error. طيب الاسم الثاني او الايرور الثاني اللي اسمه relative error. relative error ده من اسمه هي relative يعني ايه؟ نسبة الحاجة صح؟ طب هو طلع الايرور بتاعك اللي انا حسبته اللي هو الابسوليوت ايرور لو قسمته على الاكسبكتد فاليو يطلع الريليتيف ايرور، لو ضربته في 100% يطلع البرسنتج ايرور. تاني ابسوليوت ايرور الاكسبكتد ناقص الميجرد يطلع ابسوليوت ايرور. لو نسبت الابسوليوت ايرور دي لو نسبتها للاكسبكتد فاليو يبقى اسمه ريليتيف ايرور. تمام؟ لو ضربت الريليتيف ايرور ده في 100% يطلع البرسنتج ايرور اللي هو ممكن يكون 1% 2% 2% من مين يا عم؟ من الاكسبكتد. 1% من مين؟ من الاكسبكتد. طب وايه اللي عرفك ان هو 1% من الاكسبكتد؟ لانه اصلا اساس البرسنتج ايرور هو مين؟ الريليتيف ايرور. فالريليتيف ايرور ده هو الابسوليوت ايرور منسوب لمين؟ للاكسبكتد فاليو. صح؟ اللي كان بيقول تاني فيها مشكله كده؟ طيب الاكيورسي بتاعتي بقى هي عكس مين بقى؟ عكس الايرور صح؟ تمام. كل ما الايرور كان اقل كل ما الاكيورسي بقت ايه؟ اعلى. اعلى. فانا ببساطه الريلاتيف اكيورسي يبقى 1 ناقص الريلاتيف ايرور، البرسنتج اكيورسي يبقى 100 ناقص البرسنتج ايرور. فاقدر لو انا عندي الايرور اقدر اجيب منه مين؟ الاكيورسي. او اقدر احسب الاكيورسي بتاعتي قد ايه. صعب يا شباب؟ لا يا دكتور. يعني انا مثلا ببساطه لو الايرور بتاعي 1% يبقى البرسنتج اكيورسي بتاعتي كام؟ 99. يبقى بالظبط يبقى التجربه بتاعتي او القيم اللي انا جبتها دي هي اكوريت بنسبه 99%. لكن قيس على كده بقى لو الايرور بتاعك كان 20% ولا 30% يبقى الاكيورسي 80. طيب بالظبط. يبقى انا كل ما كان الايرور بتاعي اقل كل ما الاكيورسي بتاعتي بقت ايه؟ اعلى. طب يا دكتور هو انا الاكيورسي دي هشوفها ازاي جوه المعمل؟ بص الاول بس اكزامبل سريع. لو انا كان عندي دايره والاكسبكتد فاليو بتاع الفولت اللي على الريزيستنس كان 50 فولت، ده اللي انا حسبته اللي هو سميته مين؟ اكسبكتد فاليو. طيب لما جيت بقى اوصل التجربه واقيس القيمه دي لقيتها كام فولت؟ 49. 49. طب تقدروا تقولوا لي الابسوليوت ايرور كام؟ 1 فولت. طب برسنتج ايرور؟ 1%. 1%. اكيد؟ اه ايوه. هو 1 على كام؟ 2%. يبقى 1 على 0.5%. 1 على 50. 50%. يعني كام؟ 1 على 50 2%. 2%. 1 على 100%. 2%. 1 على 50% ب2%. طيب الريليتيف اكيورسي هتبقى 1 ناقص الريليتيف ايرور. الريليتيف ايرور بكام؟ 98%. 49 على 50. خد بالك دي ريليتيف اكيورسي مش برسنتج اكيورسي. دي ريليتيف اكيورسي مش برسنتج اكيورسي. يبقى 8%. مفيش في المية خالص. 1 على 50. 1 على 50. 1 على 50. لا لا 49 على 50 ولا ايه؟ ايوه ما هو 1 ناقص 49 على 50. بص بتاعها. دكتور ممكن معلش سؤال. هو ممكن ممكن في مره الاكسبكتد يطلع هو نفس الميجرمنت ولا ده استحاله يحصل؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هو الاكسبكتد بتاع الفولتج 50. اه. الميجرمنت بتاع اللي انا حسبته انا ما ينفعش يبقى برضه 50؟ لا تاني معلش تاني واحدة. هو انتوا اللي شايفينه على الشاشة عندكم البرزنتيشن؟ لا هو شايل سكرين. هو شايل ظهر التاني؟ ايوه كنت بتسأل ايه بقى بتقول ايه دلوقتي؟
انا معاك ممكن الميجرمنت يطلع زي الاكسبكتد يعني الاثنين يبقوا بيساووا بعض. بص هو المفروض انه يطلع كده ان الميجر يطلع زي الاكسبكتد، بس واحنا عندنا في الطبيعه في حاجه ايديال يعني اقدر اقول ان الايرور 0% او الايرور 0. طيب يبقى طالما الايرور عمره ما هيبقى بزيرو يبقى لا يمكن الاكسبكتد تبقى قد الميجر. شايفين كده؟ نرجع بس لحل المساله فاتت، نرجع لحل المساله. بص احنا ريليتيف اكيورسي عشان كلكم غلطتوا فيها، انتوا قلتوا 98%، 98% دي البرسنتج اكيورسي، لكن الريليتيف اكيورسي هي 1 ناقص 1 على 50. ليه 1 على 50 بقى؟ مش احنا بنقول 1 ناقص الريليتيف ايرور؟ طيب تمام. والريليتيف ايرور هو عباره عن ايه؟ الابسوليوت ايرور على الاكسبكتد. طب وانت طلعت الابسوليوت؟ اه طلعت 1 فولت. طب والاكسبكتد هو مدياني ب 50. صعبه؟ لا تمام. طيب الاكيورسي دي احنا بنشوفها بس ما بنبقاش عارفين ان دي الاكيورسي بتاعت الجهاز. بمعنى هو ادى الجهاز كده وقال لك انه دايما الاكيورسي في الاجهزه هي بتبقى ليها علاقه بالبرسنتج بتاع او هي نسبه من الفول سكيل ديفليكشن او رينج. هو في حد فاتح المايك؟ فبيعمل فيدباك عندي، يعني بسمع صوتي. ما فيش حد فاتح المايك يا دكتور غير حضرتك. طيب يعني انا صوتي هو اللي بيعمل فيدباك؟ لا خلاص كده الدنيا ظبطت. لا كان في حد فعلا فاتح. في حد هو اللي بيعمل يعني بسبب المايك بتاعه بيعمل فيدباك عندي. طيب بصوا يا شباب، دايما الاكيورسي بتبقى ريليتد للفول سكيل ديفليكشن. يعني ايه الفول سكيل ديفليكشن؟ او بين قوسين كده بنسميه رينج. يعني ايه؟ يعني والله لو انت اديت لو انا اديتك جهاز هتلاقي ان الجهاز على التدريج بتاعه مكتوب 10 فولت 5 فولت 20 فولت وانت عمال تحرك المؤشر عليهم. يعني ايه ال 10 وال 20 وال 50 وال 30 اللي بيبقوا مكتوبين دول؟ ده الرينج بتاعك. يعني ايه الرينج بتاعي؟ يعني فول سكيل. يعني ايه برضه يا دكتور مش فاهم يعني ايه فول سكيل؟ يعني لما تيجي تظبط الجهاز بتاعك وتخلي المؤشر على 20 فولت معناه ان اقصى فولت الجهاز هيقيسه هو 20 فولت. فال 20 فولت ده بيسميه الرينج بتاعه او بيسميه الفول سكيل ديفليكشن بتاع الجهاز، انه اقصى ديفليكشن او اقصى انحراف هيحصل للمؤشر هو 20 فولت. واصله ولا؟ تمام يا دكتور. واصله؟ طيب دايما الاكيورسي بينسبها لمين؟ بينسبها للفول سكيل. يعني ايه؟ يعني تلاقي على الجهاز مثلا كده كاتب لك ايه؟ ان الاكيورسي بتاعت الجهاز دي بلس او ماينس 2%. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه 2%؟ 2% من مين؟ من الرينج. يعني ايه 2% من الرينج؟ يعني 2% من الفول سكيل. يعني ايه برضه؟ تعالى ناخدها باكزامبل. لو انا بقول لك ان الايرور هو بقول لك ان الاكيورسي بلس او ماينس 2% ودايما اتعود ان الايرور بيتكتب بلس او ماينس، ما ينفعش اقول 12% واسكت او ما ينفعش اقول 2% واسكت، لازم اقول بلس او ماينس لانه دايما الايرور يا اما بزياده يا اما بنقصان. فدايما وانت بتحسب الايرور تكتب جنبه ايه؟ باي ديفولت كده بلس او ماينس. طيب انا قلت لك ان الاكيورسي بتاعت الجهاز ده هي بلس او ماينس 2%، يعني والله من غير اي حاجه خالص الجهاز ده القرايات اللي انت هتاخدها منه الاكيورسي بتاعتها بلس او ماينس 2%. طب 2% من مين؟ من الرينج. طب يا دكتور مش فاهم. طب تعالى نفهم مع بعض. لو انا قلت لك ان انا ظابط الجهاز على رينج 6 فولت، يعني ايه 6 فولت؟ يعني ده اقصى فولت هيقيسه الجهاز، يعني ما ينفعش اوصل على الجهاز ده 7 فولت او 8 فولت واقول للجهاز قيسه، لا هو اخر الجهاز 6 فولت. طيب مش انا بقول ان الاكيورسي هي عباره عن 2% من مين؟ من الرينج. طيب 2% يعني 2 على 100 اللي هي 2%، فاضرب بلس او ماينس 2% في كام؟ في 6 فولت. يبقى الايرور اللي هيبقى في الجهاز ده ودايم بشكل اساسي ده هتحطه زائد كل انواع الايرورز اللي احنا اتعرضنا لها قبل كده. هي بلس او ماينس كام؟ 12% فولت. طب يا دكتور انا مش فاهم. لو انا قلت لك انه الترو فاليو اللي انت حسبتها كانت 5 فولت. يبقى انا لما اجي استخدم الجهاز ده عشان اقيس بيه هلاقي مش انا بقول لك ان الايرور هيطلع بلس او ماينس 12% فولت، فلاقي ان الفولت اللي هيقيسه الجهاز بتاعي للقرايه دي او للترو فاليو دي اللي هي 5 فولت هيطلع بلس او ماينس، لما احط بلس او ماينس 12% فولت مع ال 5 فولت هيطلع مره 4.88 ومره 5.12. طب لو هو لو الترو فاليو بتاعتي كانت 1 فولت هحط عليها بلس او ماينس 12% فيطلع
الفولت اللي المفروض يتقاس ما بين 88 من 100 فولت و 1.12 من 100 فولت. يبقى دايما مهم قوي ان انا اعمل ايه؟ مهم قوي ان انا قبل ما اشتغل على الجهاز اعرف الاكيرسي بتاعت الجهاز ايه. كل ما كانت قليله كل ما كان الرقم اللي مكتوب هنا قليل كل ما كان الجهاز ده بيقيس بشكل اكيرت، لان احنا متفقين مفيش جهاز بيقيس بشكل اكيرت 100%. اكيد الجهاز ده هو بيقيس لي بنسبه ايرور. طب نسبه الايرور دي اعرفها منين؟ اعرفها منين؟ من اللي مكتوب على الجهاز، اشوف الاكيرسي بتاعته قد ايه واضربها في الرينج يبقى عرفت الايرور. يبقى اي قيمه انا هقيسها او مطلوب ان انا اقيسها عارف ان والله لو هي ترو فاليو 5 فولت يبقى عارف ان القرايه اللي هتطلع من الجهاز ده هتبقى ما بين 4.88 لحد 5.12. فيها مشكله كده؟ لا تمام. اللي قال لا معلش يقول لي في مشكله ايه عنده. هو الايرور ده اقدر احطه تحت اي تصنيف؟ بص ده الايرور اللي جاي نتيجه الجهاز، يعني هو الجهاز اصلا الاكيرسي بتاعته كده، يعني ده مش عطل في الجهاز، ده طبيعه الجهاز. زي بالظبط هقول لك على حاجه، هو انا لما اجي اشتري مقاومه وقلت للراجل انا عايزه مقاومه 1 كيلو، هل ال 1 كيلو اللي مديهاني دي هل انا ضامن ان هي 1 كيلو بالظبط؟ لا اكيد هيبقى في اقل او ازيد بحاجه بسيطه. طيب هو انا مثلا لو جيت اقيسها ولقيتها 1.1 كيلو اوم، هل معنى كده ان انا بقيسها غلط؟ لا 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 تمام. ده ايه؟ عشان في توليرنس صح؟ او دي بيسموها توليرنس صح ولا لا؟ صح. طب الجهاز ده المفروض انه بيتصمم على انه في كل الظروف اللي انا هيئتها له ما يدينيش نسبه ايرور، بس هو في حاجه ايديال في الدنيا؟ لا. طيب هو ايه اللي يفرق جهاز انا شاريه ب 1000 جنيه عن جهاز انا شاريه ب 10000 جنيه؟ نسبه الايرور فين؟ بالظبط. طب هو نسبه الايرور جايه منين؟ الكومبوننت اللي متصنع منها الجهاز والطريقه اللي صنعوه بيها والماتيريالز اللي متصنع منها، كل دي بتفرق وتخلي الجهاز مره يديني بطريقه اكيرت وجهاز تاني اغلى منه بكتير اقل منه بكتير هيديني قيم بايرور كبير جدا. فده كانك بالظبط بتقول ايه؟ الجهاز وهو متصنع اكيد لازم ما يدينيش القرايه، حتى لو انا متفادي كل الايرورز اللي احنا اتكلمنا عليها دي ملهاش علاقه، الجهاز نفسه عشان مفيش حاجه ايدر بيبقى فيه نسبه ايرور. مظبوط. تمام؟ تمام. فيها مشكله كده؟ يا دكتور قولي. الخمسه فولت ازاي البيتوين بينهم ده ازاي؟ دي الحاجه بس ان انا بص بالي منها. انا لو عندي سيركت والسيركت دي على الورق لقيت ان الفولت 5 فولت. تمام. طيب لو انا تفاديت كل انواع الايرورز اللي احنا اتكلمنا عليها، انا متوقع بقى انه الجهاز اللي الاكيورسي بتاعته بلس او ماينس 2 فولت وانا مظبطاه على 6 فولت، المفروض انه الايرور بتاعه كام؟ 12 من 100 فولت صح؟ صح تمام. فلو اداني قرايه ما بين 4.88 لحد 5.12 يبقى انا كده تمام. ماشي تمام. ها وصلت كده؟ تمام. طب الايرور اللي جاي من، طب يا دكتور طب ما هو في فرق. بس الفرق ده مش ما ده عشان الجهاز نفسه بيتسبب في ايرور. طب وليه الجهاز نفسه بيتسبب في ايرور؟ لان احنا متفقين ان مفيش حاجه ايدر. تمام. فمفيش جهاز في العالم هتجيبيه يديكي قرايه مظبوطه 100%، يعني مفيش جهاز في العالم هتجيبيه يديكي 5 فولت بالظبط. تمام. تمام يا دكتور. وصلت كده؟ وصلت. صعبة؟ يبقى دايما الاكيرسي كده هي نسبة من مين دايما؟ من الفول سكيل. تمام؟ يعني ما ينفعش واحد كده من العباقرة يجي يقول لي والله خلاص بلس او ماينس 2 على 100 واضرب في ال 5 فولت. أنا بضرب في مين يا شباب؟ في الرينج نفسه او الرينج. يعني ايه الرينج؟ يعني اقصى قيمه الجهاز هيقيسها. تمام. صعبه؟ لا طيب معلش بس يا دكتور معلش، هي ال 88 من 10 دي احنا جبناها ازاي؟ مش انا عندي ترو فاليو كانت 1 فولت؟ ماشي. حط 1 فولت بلس او ماينس 12 من 100. ماشي. يطلع لك كام؟ مرة اجمع عليها 12 من 100 ومرة اطرح منها 12 من 100. تمام فهمت. وصلت؟ تمام. طيب استثناء النهارده
عايزه بس وبدون اي مشاكل خالص وبدون اي كسوف عايزه اعرف ايه الريسبونس بتاعكم على المحاضره، واذا كان في حاجه محتاجين انها تتقدم بطريقه احسن عشان يبقى المعلومه وصلكم بالطريقه اللي كانك انت قاعد قدامي. والله الصراحة دي أحسن من المحاضرة اللي فاتت يعني. في حد شايف إن في حاجة مش مفهومة النهاردة؟ أو إن في حاجة ما قدرتش أوصلها باللايف ميتنج اللي ما بيني وما بينكم، فمحتاج إن أنا المرة الجاية يا دكتور عايزين وأنتِ بتشرحي لنا المحاضرة يبقى فيها حاجة بطريقة ما مختلفة عن اللي إحنا اشتغلنا بيها النهاردة؟ تمام يا دكتور، تمام قوي بجد يعني. يا دكتور وحضرتك بتدي مساحه للعيله الاسئله في المحاضره بيقعد بنشرح ما بنلحقش حتى نسال اسئله. في حد معلش في المايك، في حد مش مفهوم النهارده؟ في حد شايف ان في حاجه مش مفهومه النهارده او في حد ما قدرش يستوعب حاجه النهارده؟ لا هو في نقطة واحدة بس يا دكتور، ان بس عايزين مثلا لما نشرح جزء يعني الجزء يتشرح يبقى في بعده دقيقتين مثلا لمناقشة الأسئلة، ان يبقى كله معمول له ميوت، لان مثلا اي حد بيعمل ام ميوت ويتكلم بيحصل المشكلة ان انا كنت عاملة ده، بس هو البرنامج فيه مشكلة يعني، هو مايكروسوفت تيم انا قافلة ان الناس كلها تعمل ام ميوت، او ان انا عامله ميوت للمايك اصلا، انا مش سامحاكم ان حد يعمل انميوت، بس هو يعني الدنيا ما بتشتغلش زي ما انا عايزه. فعشان كده بقول وانا بشتغل لو حد عايز يسال هي الفكره ان لما بنعمل ريز هاند ما بتظهرش برضو، ما هي برضو عارف وانا مشغله البرزنتيشن ما بتظهرش عندي. هي بتظهر يا دكتور بس لما تكوني انت فاتحه مايكروسوفت، مش هعرف مش حتى شاشه صغيره فمش هينفع، ما انا عشان كده بقول انه ما بتظهرش عندي وانا فاتحه السكرين بتاعت اللاب عشان تشوف الباوربوينت. وبرده يا دكتور لو تعرفي حضرتك تبعتي الباوربوينت على التيمز عشان إيه لسه كده بصوا كده المحاضره كباوربوينت هتتبعت لكم على هحملها على الويب سايت بتاع الجامعه اللي هو الويب سايت بتاع الاي ليرنينج، هحمل لكم المحاضره وهعمل لكم شيتات. حضرتك من ممكن يا دكتور حضرتك احنا لسه عايزين نفعله بكره، ما اشتغلش مع الناس، في ناس كتيره ما اشتغلتش واللي ما اشتغلش معاه لازم يتواصل مع حد من الاي تي. ما احنا هنتواصل، احنا رايحين لهم بكره بس وانت موجود في الجامعه يعني اليوم اللي انت موجود فيه في الجامعه. قصدك ان في ناس ما قدرتش تدخل للمحاضره؟ لا 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 قصدي انا بس على اللي هو الباوربوينت والحاجات دي كلها. هقول لك على حاجه لا هي في موقع اللي هو الموديل بتاع الجامعه اللي هو الموقع بتاع الاي ليرنينج ده بنرفع عليه كل الماتيريال بتاعت الماده او بتاعت المواد عموما بتاعت كل القسم، فانت هتلاقي كل ماده كل دكتور هتلاقي له فعلا الماتيريال بتاعتها سواء شيتات سواء محاضرات تقدر تستخدمها في اي وقت، هي مش بتتشال مش بشيلها يعني بتفضل موجوده معاك. ايوه يا دكتور بس انا طيب دكتور لو لسه ما فعلتش الايميل بس هيبقى موجود لحد ما تفعل الميل يعني، انت بكره في الاي تي لازم تبقى ترجع لهم عشان يبتدوا يفعلوا الميل بتاعك. هو مايكروسوفت تيم ما فيهوش نقدر نرفع عليه الباوربوينت؟ لا هرفعه على الموديل عشان يبقى هرفعه على الموديل عشان تبقى الماتيريال على طول موجوده عندك على الموديل تقدر تطلع عليها زي ما انت عايز. يا دكتور طيب ممكن لو عملنا الجروب بتاع الواتساب يا دكتور اللي حضرتك قلت عليه لو مندوب الدفعه عمل ممكن حضرتك برضو تنزل الماتيريال دي على جروب الواتساب؟ على الجروب بتاع الواتساب حاضر. و لو حضرتك بس انا حابه بص اقول لك على حاجه، حابه انه برضو تكون موجوده على الموديل بتاع الجامعه. ما انا بحاول والله ادخل من امبارح مفيش يعني. حاضر بشكل استثنائي حتى لو مندوب الدفعه. بس حضرتك هقول لكم هو احنا بس عشان احنا كلنا لسه منقولين فعشان كده لسه الايميلات بتاعتنا لسه ما اتفعلتش. بصوا ببساطه مندوب الدفعه يجي لي حتى عشان موضوع الايميلز والكلام ده كله يجي لي وانا هديله المحاضره على فلاشه ينزلها لكم على الجروب بتاع الدفعه. تمام ماشي انا هتواصل. طب حضرتك موجوده في روم كام بالظبط لو انا حبيت اجي؟ 107 تمام ماشي. اي يا جماعه اي حاجه تخص الماده في مشكله في اي حاجه يا ريت ترجعوا لي
المكتب 107 فترجعوا لي. اي حد هو بيذاكر لان في مشكله في الماده برضو يا ريت يرجع لي. الكتاب اللي بشتغل عليه هو ريفرنس اسمه ديفيد بيل، فلو حد عايز يشتري الكتاب للناس اللي بتحب تذاكر من الكتاب هو اسمه ديفيد بيل. ده الكتاب بتاع المشرمنت هيفضل معاك السنه كلها. ده مش كتاب يعني مش بنزل كتاب، بس ده مرجع موجود وهتلاقيه في المكتب. طب دكتور معلش كنا عايزين نعرف بس تقسيمه الدرجات هتبقى عامله ازاي. بص الفاينل اكزام عليه 75 درجه، الاعمال السنه 25 والعملي 25. طب عمل السنه تقسيمه هعمل لكم تقسيمه وانزلها. تمام يا دكتور ماشي. يعني كل التساؤلات اللي على التقسيمه بتاعت الدرجات كلها هنزلها. تمام يا دكتور ماشي. دكتور انا عامه انا حاليا دلوقتي انا مندوب الدفعه فممكن اتواصل مع حضرتك يعني. طيب خلاص تعالى لي. انت جاي بكره صح؟ ايوه ماما. طيب عدي عليا بكره بقى باذن الله بس بعد الفتره الاولى عشان انا عندي محاضره، او لو انت قدرت تيجي الساعه 9 عدي عليا ونظبط الدنيا مع بعض. مبنى اتصالات مبنى جيم مبنى بتاعنا 107 ماشي؟ بعت لي سلايدز بس وانا هنزلها لهم على الواتس. حاضر من عيني. المحاضرة هتنزل امتى على السايت بتاعنا؟ ماكسيمم هتلاقيها بكره ان شاء الله. ماشي هو النهارده بس عشان مش هلحق لانه هنمشي على طول، فبكره باذن الله هتلاقيها نازله ان شاء الله. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. اتمنى تكون المحاضرة كانت خفيفة وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي بعد اللي جاي. بصوا في اوقات هبقى محتاجه ان احنا نتقابل مش اسبوع واسبوع عشان نكمل منهج ما يبقاش ضاغط الدنيا قوي، فقبل ما اكون محتاجه المحاضره هقول لكم يا جماعه احنا هنتقابل الاسبوع اللي جاي. هو معلش انا مش فاهم، هي مش المحاضره اسبوع واسبوع؟ بس في اوقات ببقى محتاجه وقت زياده لانه للاسف المحاضره يعني المحاضره اسبوع واسبوع لكن السكشن كل اسبوع عادي. السكشن كل اسبوع. تمام تمام. ففي اوقات هبقى محتاجه انه زنقنا في الوقت فمحتاجه انه معلش هو اسبوع شغل يعني كده. اسبوع النهارده خدنا محاضره، الاسبوع اللي جاي مفيش محاضره. مش محاضره. ففي اوقات هيبقى الاسبوع اللي المفروض ما عندناش فيه محاضره اقول لك معلش استحملني هناخد محاضره الاسبوع ده. ماشي يعني حضرتك ممكن على حسب عشان مش عايزه تبقى المحاضره فيها كم كبير، فبدل ما اوزعها اسبوع واسبوع اوزعها على اسبوعين فتبقى ايه الدنيا بقت اخف عشان بس ادي كل حاجه حقها. يعني هو كده المفروض احنا علينا يومين اونلاين في الاسبوع، اليومين دول هيبقى منهم يوم في اسبوع والاسبوع الثاني لا بالعكس يعني. يعني الاسبوع اللي جاي ما عندناش محاضره في الاسبوع اللي بعده عندنا محاضره. الكلام ده ينطبق على يوم الخميس على يوم الخميس النهارده؟ لا الاسبوع ده مفيش محاضره بتاعه الميجر بس. محاضره الميجر بس. محاضره الميجر بس يوم الخميس. عندنا محاضره ميجر يوم الخميس بس. عندنا محاضره ميجر النهارده صباح الخير. صباح النور. اشوفكم على خير ان شاء الله، يا اما في السكاشن يا اما المره اللي جايه باذن الله، وان شاء الله يا رب بالتوفيق لكم كلكم باذن الله. يلا شباب السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.